أيام في أول أخبارنا في هذه النشرة، يناقش وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي لليوم الثاني عدة ملفات عالمية، وذلك من خلال جلستين تركز الأولى على تعزيز التعددية بالإضافة للأمن الغذائي، أما الجلسة الثانية فتركز على سبل مكافحة الإرهاب والتهديدات الناشئة وبحث المساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث. وخلال كلمة له في هذه الاجتماعات، أكرر رئيس وزراء الهند بوجود انقسامات دولية، إلا أنه أشار إلى ضرورة إيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا الخلافية، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون في قضايا المصالح الدولية. رئيس الوزراء الهندي دعا أيضا إلى ضرورة خضوع القرار العالمي للديمقراطية حتى يكون له مستقبل بحسب وصفه، لافتا إلى أن المؤسسات المتعددة الأطراف فشلت في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحا في العالم. यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में وعلى وقع الخلافات، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأنه لا يعتزم لقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف والصيني خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين والمنعقدة في نيودلهي. الوزير الأمريكي قال بأن واشنطن مستعدة للانخراط في دبلوماسية وصفها بالهادفة والضرورية لإنهاء العدوان على أوكرانيا إذا كانت روسيا مستعدة حقا لذلك، لكن لا يوجد أي دليل على هذا. للمزيد التحقوا بنا من العاصمة الهندية نيودلهي موفد الشرق أرفد الجنابي. أرفد، أهلا وسهلا بك. لليوم الثاني تستمر هذه الاجتماعات، اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين، كيف تسير هذه الاجتماعات وما أبرز الملفات أيضا التي ناقشتها وستناقشها أيضا؟ أهلا وسهلا هاني. انتهت الجلسة الأولى التي ناقشت شؤون التطور العالمي والتنمية، والآن وزراء الخارجية في استراحة غداء، لكن بعد أقل من ساعة تقريبا ستبدأ الجلسة الثانية. كما ذكرت ستناقش مكافحة الإرهاب والتهديدات التي يشهدها العالم والمهارات والقدرات العالمية تعزيزها وسهولة تحركها، وأيضا المساعدات الإنسانية أثناء الكوارث والأزمات الطبيعية. كما ذكرت، رئيس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لن يلتقي بنظيريه الصيني والروسي، لكنه سيلتقي بوزير خارجية المكسيك، الأرجنتين، هولندا، إندونيسيا، نيجيريا وجنوب أفريقيا. وبعد القمة سيلتقي أيضا بوزير خارجية الهند جاي شنكار ورئيس وزراء الهند نيراندرا مودي. من المتوقع أن يتطرق إلى موضوع شراء الهند للنفط الروسي. الهند طبعا متمسكة بمبدأ أن هناك 1.3 مليار هندي يجب تأمين احتياجاتهم للطاقة. أيضا هناك الجهود الهندية ما زالت مستمرة في الوصول إلى إجماع أو على الأقل تقارب في وجهات النظر لإصدار بيان ختامي عليه إجماع كما قلت، لكن أقرت بصعوبة هذا الموقف. الولايات المتحدة متمسكة بموقفها، وكذلك الاتحاد الأوروبي، وروسيا أيضا متمسكة بموقفها. أرفد، فيما يخص البيان الختامي والاتفاق والإجماع عليه، كنا قد تحدثنا عن اختلاف في الاجتماعات الماضية، اجتماعات وزراء المالية، عدم الاتفاق على صيغة بيان موحدة. نعلم بأن القضية الروسية والحرب الروسية على أوكرانيا هي ربما تكون الحدث الأبرز اليوم. وزير الخارجية الأمريكي يرفض ربما أو لا يؤكد مقابلته لوزير الخارجية الروسي ولا لوزير الخارجية الصيني. كيف من الممكن أن يكون هناك بيان مشترك؟ ماذا يدور من قبل المحللين أو حتى صناع القرار في هذه الاجتماعات للذهاب إلى الخروج بالفعل لصيغة بيان مشترك؟ الهيئة المنظمة لهذه القمة قالت أنه من الصعب جدا أن يكون هناك بيان ختامي مشترك، لكن وزير الخارجية الهندي قال من السابق لأوانه أن نحكم على هذه القمة. على كل حال، الهند متمسك بمبدأ الدبلوماسية وتقول حتى إن لم نأتي ببيان مشترك على الأقل نريد تقارب وتقدم نوعا ما. الهند تنظر إلى رئاستها لمجموعة العشرين في هذه الدورة كرئاسة تستمر لمدة سنة. إن لم تستطع إصدار بيان ختامي مشترك، فهناك سيكون هناك ملخص ختامي، وعلى الأقل محاولة تحقيق تقارب يمكن البناء عليه
لنأتي ببيان ختامي على أمل الهند في قمة رؤساء الحكومات والدول في وقت لاحق هذا العام. شكرا جزيلا لك موفد الشرق إلى العاصمة الهندية نيودلهي في متابعة لاجتماعات مجموعة الدول العشرين. أرفد الجنابي. الانقسامات والخلافات تعكر أجواء اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، والبحث عن توافق وتواصل لأرضية مشتركة لا يزال غائبا، وتبقى الأزمة الأوكرانية أبرز ملفات الخلاف بين المجتمعين. احتلت الحرب الروسية المستمرة منذ أكثر من عام في أوكرانيا محور المناقشات على طاولة المجتمعين في نيودلهي عشية اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين. هذا الاجتماع الذي حكم عليه مراقبون بأن يشهد جدالاً حول إدانة الحرب الروسية مثل ما كان الحال خلال اجتماع وزراء مالية المجموعة قبل أيام، حيث فشلوا في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إصدار بيان مشترك ليضطروا في النهاية لصياغة وثيقة موجزة. هذه التوقعات تؤكدها تصريحات ألمانيا التي شددت على أنها ستواجه الدعاية الروسية في اجتماع مجموعة العشرين، في الوقت الذي أشارت فيه الولايات المتحدة إلى أهمية أن تواصل مجموعة العشرين التنديد بروسيا، بينما قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن نجاح القمة يتوقف على مدى مساهمتها في إنهاء الصراع. مصدر في التكتل أشار إلى أن الوفد الأوروبي لن يؤيد أي بيان يصدر عن اجتماع المجموعة ما لم يتضمن إدانة للحرب الروسية في أوكرانيا. أما روسيا فقد أعلنت أنها ستستغل الاجتماع لاطلاع المجتمع الدولي على الطرف المسؤول عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها دول العالم. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية معي أنا هاني الحجازي.